بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. اليوم راح نشارككم زيارتنا لمزرعة الدجاج في إكلرادا. كانت زيارة خاطفة كمان بنفس يوم زيارة محل مستعمل. كنا حابين بس نشتري بيض بلدي طازج وفكرنا نعمل فيديو نشارككم فيه تجربتنا. المزرعة تدعى ميرخلاند آي، تديرها أسرة تتكون من أب وأم وأولادهما الثلاثة. تم إنشاؤها سنة 2004 من أصل 10 دجاجات. سبحان الله. شعارها Love and eggs are best when they are fresh، والمعنى الحب والبيض بيكونوا أفضل لما بيكونوا طازة. المزرعة مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة. في عندهم أوتومات لبيع البيض الطازج على مدار الساعة، يعني حتى لو رحت نص الليل فيك تشتري بيض من المكنة من غير ما تشوف حدا ولا تحكي مع حدا. الدجاج اللي شفناه كان دجاج أبيض عادي، بس موجود على فيديوهات المزرعة دجاج بلدي ملون. اللي بيميز المزرعة إنها كبيرة كتير، وإنه في مساحات واسعة معمولة بشكل مرتب لحتى تنطلق الدجاجات فيها بكل حرية. في قسم من الدجاج بيطلع يوميا على هذا الجزء من المزرعة، حيث الهواء النقي وحرية الحركة والإيقاع الطبيعي. والبيض المنتج من هذا الدجاج بيكون أغلى لأنه بتتوفر فيه شروط البيض العضوي. وفي قسم تاني بيطلع بس على منطقة مغطاة جزئيا، لكنها تنعم أيضا بضوء النهار والهواء النقي. بيض هذه الفئة من الدجاج بيكون أرخص نوعا ما، مع أنه كل الدجاج اللي بالمزرعة بيأكل أكل طبيعي غير معدل جينيا ولا بيحتوي على مضادات حيوية حسب ما حكت صاحبة المزرعة. فعلف الحيوان زي ما أنتوا عارفين له تأثير مباشر على جودة وسلامة الأغذية كمان. ونظرا للأراضي الشاسعة اللي بيملكها أصحاب المزرعة، بيزرعوا أيضا العلف اللي بيقدموه للدجاج من ذرة وبذور عباد الشمس وفول الصويا وخلافه. طبعا هناك مكان آخر كبير مغطى تماما بينام فيه الدجاج وبيحتمي فيه وقت البرد والثلج. كمان ما بيفوتنا ننوه إلى اهتمامهم الكبير بالبيئة. الكهرباء مثلا عندهم من الطاقة الشمسية، كما إنهم بيدفعوا لك نصف يورو على صندوق البيض البلاستيكي كمسترجع إذا رجعت صندوق البيض بهدف الحفاظ على البيئة. طبعا هناك أوقات محددة لذلك، وهي الثلاثاء أو السبت صباحا من الساعة 9 على الساعة 12، أو أول يوم أحد من الشهر من الساعة 10 للساعة 12. تابعوا معنا الفيديو بعد الفاصل. هاي الطريق هلا اللي نروح فيها على المزرعة، طريق ضيع هون، طريق القرى، بس كلها نظيفة ومرتبة وما في أي شيء، الحمد لله رب العالمين. سلسة اليوم إحنا بزيارة لمزرعة دواجن في هولندا. مزرعة كبيرة لعائلة، هي عائلة مقيمة هون بالمنطقة الأرياف في ريف ماستريخت في ضيعة من الضيع. عاملين هي مزرعتهم، وعاملين المزرعة هن بيقولوا من 10 دجاجات بلشوا بهاي المزرعة، يعني هي وجوزها وهلا أولادها. وهاي هون طوروها، بيبيعوا بيض، بيصدروا لألمانيا ولبلجيكا ولهولندا. وهاي هلا هون هاي الباب تبع المزرعة، بيجوا السيارات هون بيشتروا البيض. إذا بتلاحظوا هالمناظر، هاي مناظر رائعة جدا. هون الريف كتير بيعتنوا فيه، طبعا نظيف. هلا هذا المدخل تبع المزرعة. طبعا عملية الشراء بتتم بشكل اوتوماتيكي. في هون انواع حاطينهم مكنة، كل واحد باخد بحط السعر اللي بده اياه، ما في لا رقيب ولا حدا بيحاسب. مكنات، طبعا المكنة هون بشكل اوتوماتيكي. طبعا بيجوا بيختاروا البيض، بيختاروا بحطوا المصاري. فتحت باب هلا، اخذوا حصتهم. طبعا بدهم كمان نوع ثالث يبدو، او لانه كل واحد بوحده، فبيختاروا البيض اللي بدهم اياه. اللي بتنفتح هلا بيجوا صاحبين المجانة
بيعبوا المكان الفارغ، وإذا ما في كمان بيرنوا على الجرس فيهم طبعا كمان إنه يجيبوا لهم من جوا اللي بدهم إياه. فتحت هلا مرة ثالثة، أخذوا كمان وحدة وكمان رابعة بدهم طبعا، وهكذا. طبعا هلا أخذوا البيض ومشوا، طبعا مشكل هون اللي بده بشكل فردي اللي بده. وهي جزء من المزرعة من الخلف، الأكل الطبيعي جوا. رح نختار احنا نوع ونجيب هذا ال 35 ابيض. ايه هذا ال 35 ابيض هو نجمتين وهذا نجمه واحده، فهذا 11.5 لانه عم بيعيش برا وعم بياكل الاكل الطبيعي ورجتنا اياه، وهذا طبعا عم بياكل نفس الاكل بس هو جوا يعني. فهلا بده يدفع صيغي زوبلوك 11.5 يورو، يعني طريقة كتير كتير يعني متقدمة، حيث انه الواحد بيجي لحاله هون يحط مصاري وياخد البيض اللي بده اياه ويطلع. 35 في اوكي ولا ما في؟ فتح لحاله، خد ال ونزلنا نص يورو. طب خد الاول البيض قبل ما يقفل. لا ما خلص ما عاد يقفل. بس اذا رجعنا هدول بناخده يورو. تيغستات ايس بلاستيك تريس هيغستات اتصال عنا مبيعات. اي عايز خوت المان بلاستيك تريس كلت ساي اني بلاستيك هيز افضل من زبا اظن ما يا ثواني بلاستيكيه يا بلاستيك تريس يا دوي طب دوي بس احنا عطينا الرجل ايه يا Oh, yeah, yeah, that is him. That is him. Yeah, yeah. And that, that sind the options, who you terugkrijgt. Oh. Kiki, ik heb eigenlijk niks aan lezen. Oké. Oh, ik vind eigenlijk dat jullie Nederlands kennen. Echt waar, dat ik het wel. Ja, toch? Ja, maar dat is moeilijk. Dat is net Frans en Arabisch, dat is ook moeilijk. Maar, jong. Dan, ja? Dan weer terug. Voor een euro. Ja, eerste zaterdag van de maand. Die vertalers die doen nooit. Nee, daarom. Ja. طبعا صاحبة المزرعة عم بتشرح لأم الخير. طبعا اللي فضيت هلا بيعبوها بيرجعوا بيعبوها. هذا المدخل طبعا احنا لانه لما فتنا ما صورنا، هلا عم نرجع نصور لكم المدخل تبع المزرعة. هاي المزرعة من هون، مزرعة كتير كبيرة. طبعا الحكي هولندي. هاي المزرعة من هون، في مناطق كثيرة بالمزرعة هون من الخلف، ما حدا بيفوت لجوا بده يكون متعقم، فصاحبة المزرعة دخلتنا لهون. الأكل كله طبيعي هون، ما في أكل صناعي أو شيء، كله من الأرض ومن الأعلاف اللي هن من جينا، ما في أي صناعة أو أي شيء صناعي، كله طبيعي. هذا قسم آخر للدجاج هون كمان، شايفين وين البيوت تبعه بيطلع وبفوت
على كيفه. هاي الحقل قدامه بعيش. نقرب الكاميرا شوي. هون بدخل وخرج. برد اليوم طبعا، درجة حرارة حوالي 5 أو 6. برد مشمسة هي، بس طبعا برد كتير. وهذا في كمان في مناطق تانية فيها الدجاج. احنا عم نصور بس بعض الزوايا. هون عم بقولوا انه 24 ساعة ممكن تيجي تاخذ البيض بنفسك. بفوت الواحد محل ما شفته انه اخذنا البيض، بفوت بتشتري وبتضلك طالع ما بتشوف حدا اصلا. احنا هلا احنا بس قابلنا مسؤولة، او هي صاحبة المزرعة. هون 24/7 يعني بشكل بوتن، يعني فيك تاخذ البيض من هون بشكل عادي. هذا لسه محل ما اخذنا احنا البيض بعده فاضي، هلا بتعبيه هون. امور ميسره، بيض طازج، بيض بلدي، يعني ما في اي مواد كيميائيه او هاي، كله طبيعي. حبايبنا ان شاء الله تكون هاي الجوله عجبتكم، وبانتظار رايكم وتعليقكم على هذا الموضوع. للاستفسار والمقترحات واي سؤال يمكن وضعه في تعليق اسفل الفيديو وسنجيب عليه ان شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا اول مره. ان اعجبتكم القناه وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد باذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.